يمكن كتير من حضراتكم يكون تابع جزء أو كل تفاصيل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة خلال الأيام الماضية، وبدأ زيارته بإسرائيل ثم الضفة الغربية ثم إلى المملكة العربية السعودية، حيث عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية مع مجموعة من الزعماء على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان وولي العهد أيضا، بالإضافة إلى قمة جدة التي جمعت رئيس أمريكا مع زعماء مجلس التعاون الخليجي وكل من مصر والأردن والعراق. الحقيقة أن الزيارة دي بتأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات عديدة على مستوى ما له علاقة بكورونا وتداعياتها والحرب الروسية في أوكرانيا وأزمة الغذاء الآن وأزمة الطاقة وغيرها من التحديات. يمكن تابعنا تفاصيل كثيرة حول هذه القمة، إنما كمان مهم إن احنا نعرف وجهة النظر الأمريكية عن أهمية هذه اللقاءات وهذه القمة ونتائجها. وفي هذا الإطار يسعدنا أن نرحب معنا بالمتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية السيدة جيرالدين جريفيث. جيرالدين، جود إيفنينج أو مساء الخير، بما إنك بتتحدثين العربية برحب بك معنا في مساء دي أم سي. شرفنا، شكرا على الاستضافة. شكرا ليك وبشكرك شكرا جزيلا. يعني بداية من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية، كيف ترون أهمية هذه القمة التي عقدت في جدة، وما هي الأهداف التي كانت يعني كان منتظر تحقيقها من خلال هذه القمة؟ تقدر الولايات المتحدة هذه الفرصة المهمة للقيام بالدبلوماسية والمناقشات وجها لوجه مع شركائنا المحوريين في المنطقة. فتولي إدارة بايدن أهمية كبيرة للمنصات والمؤسسات الدولية والتعاون الدولي. فقام الرئيس بايدن بزيارة الدول الأوروبية في الأشهر الأولى في رئاسته، وبعدين هو زار الدول الآسيوية، والحين هو يقوم بزيارة الشرق الأوسط. تعمل الولايات المتحدة على تكريس التعاون والشراكة الدولية لمعالجة القضايا العالقة. وفيما يخص الملفات الإقليمية، قام الرئيس بايدن بمناقشات أهدافنا المشتركة بما في ذلك الازدهار الاقتصادي والتعافي الاقتصادي ومكافأة، بالإضافة إلى كيفية التغلب على التحديات المشتركة، التحديات الصحية الأمنية الاقتصادية. فتتطلع الولايات المتحدة للمزيد من المناقشات، وهذه القمة المهمة في جدة بمجرد نقطة انطلاق لصفحة جديدة في السياسات والعلاقات الثنائية بيننا ودول المنطقة. نعم، ولكن اسمح لي في هذا الطرح، يمكن ده تساؤل بتطرحه عدد من الصحف الآن، بحكم أنه في فبراير 2021 كانت إحدى الصحف منهم بوليتيكا وغيرها من الصحف تتحدث عن أن منطقة الشرق الأوسط ليست من ضمن أولويات سياسات الرئيس الأمريكي جو بايدن الخارجية. هل الأمور اختلفت الآن بحكم التغيرات التي طرأت على العالم كله؟ هذه المعلومة ليست سليمة. لا يخفى على أحد أنه نتشارك في الكثير من الأحداث مع شركائنا في الشرق الأوسط. على سبيل المثال، فيما يخص انعدام الأمن الغذائي في كافة أنحاء العالم بشكل عام، وهون في مصر على وجه الخصوص هناك تداعيات سلبية جراء الحرب الروسية غير مبررة على أوكرانيا ومنع تصدير القمح من أوكرانيا إلى دول العالم. فنعمل الولايات المتحدة تأخذ هذه القضايا على محمل الجد، ونعمل مع شركائنا للتصدي لهذه المشاكل الدولية. وتدرك الولايات المتحدة بأنه اليد الواحدة لا تستطيع، لذلك تولي إدارة بايدن أهمية كبيرة للشراكة والتعاون من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة، بالإضافة إلى التغلب على تحدياتنا المشتركة. جيد جدا، والتعاون في هذه المرحلة من حيث حجم التحديات ده تعاون بالغ الأهمية الحقيقة. يمكن ذكرت أن هناك صفحة جديدة الآن، ما هي ملامح هذه الصفحة الجديدة في العلاقات العربية الأمريكية؟ الآن العالم كله يعاني من تراكم المشاكل، بما في ذلك
جائحة كورونا وتغير المناخي، مشاكل في سلاسل الإمدار وسلاسل التوريد. فهناك الكثير من التحديات التي نواجهها العالم كله. فبالتالي ترى الولايات المتحدة أنه بغاية الأهمية أن يكون هناك عون وتواصل بيننا ودول المنطقة، لأنه هذه هي المنطقة جزء لا يتجزأ من سياسة أمريكية شاملة من أجل تحقيق المصالح الأمريكية، بالإضافة إلى تحقيق مكاسب لشعوب المنطقة والشعب الأمريكي. فبالإضافة إلى التعاون بيننا ودول المنطقة لمكافحة انعدام الأمن الغذائي، نعمل كمان خصوصا مع مصر فيما يخص مكافحة التغير المناخي، ونحن نرحب الجهود المصرية بهذا الشأن، ونحن نتطلع للشراكة مع الحكومة المصرية في المؤتمر الدولي القادم COP27 هذا العام في مصر. تلعب الحكومة المصرية دورا محوريا في هذا الملف، وهناك العديد من القضايا الملحة هنا في الشرق الأوسط. نعم، يمكن قضية تغير المناخ قضية ملحة الآن وسأتحدث عنها بعد قليل، ولكن اسمح لي في السؤال أيضا، يعني البيت الأبيض بطبيعة الحال وضع مجموعة من الأهداف التي يسعى لتحقيقها من خلال هذه القمة، إلى أي مدى يعني تحققت هذه الأهداف للإدارة الأمريكية من خلال القمة التي عقدت الأيام الماضية؟ هذه القمة كانت فرصة مهمة لمضي قدما في الكثير من الأحداث. أولا فيما يخص تقرير تحقيق استقرار في أسعار الطاقة، الآن تقوم الولايات المتحدة بمناقشات جارية مع شركائنا في من بين الدول المنتجة للنفط لإيجاد الحلول الأنسب لشعوب العالم. العالم كله يعاني من تضخم الأسعار، تضخم أسعار الوقود. ففيما يخص أسعار النفط، هذه المناقشات بيننا ودول المنطقة ما زالت جارية، والولايات المتحدة مستفعلة بإمكانية التوصل إلى هل يكفي لخفض أسعار النفط. بالإضافة لذلك على المستوى الدبلوماسي، الولايات المتحدة تشجع دول المنطقة على المزيد من التعاون والمزيد من التواصل مع دول المنطقة بما في ذلك إسرائيل. سياسة الولايات المتحدة هي أنه التعاون بين إسرائيل ودول المنطقة بغاية الأهمية، لأنه تتشارك دول المنطقة في الكثير من التحديات العملية المشتركة. فهنا مكاسب إضافية، وفي نهاية المطاف ما يهمنا هو تكريس التعاون والشراكة بين الولايات المتحدة ودول المنطقة. هل هذا المستوى من التعاون سيتم تعزيزه الفترة القادمة على سبيل المثال فيما يخص عملية السلام، وخصوصا وأنه يعني القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى كما ذكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمة سيادته في القمة؟ هل سنرى يعني دفعة جديدة لحل هذه القضية يعني وفقا للمرجعات الدولية وحل الدولتين وأن تقام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية؟ أولا أود أن أؤكد على تقدير الولايات المتحدة للجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية فيما يخص الملف الفلسطيني الإسرائيلي، ومحاولة مصر لإحلال الاستقرار فيما يخص هذا الملف. فمنذ بداية هذه الرئاسة تم استئناف المساعدات الأمريكية للشعب الفلسطيني على المستوى الإنساني الاقتصادي والتنموي، لأنه الولايات المتحدة تؤمن بأهمية التواصل بيننا والطرف الفلسطيني، بالإضافة إلى التواصل بين الطرف الفلسطيني والطرف الإسرائيلي. فالولايات المتحدة لن تفرض إراداتها على أي دولة أخرى، لكننا مستعدة لتسهيل هذا التعاون بين الطرفين، ونحن نشجع على المزيد من الشراكة بين إسرائيل ودول المنطقة. لكن كمان أود أن أقول شيء مهم، وهو أنه منذ البداية لطالما كان الرئيس بايدن ملتزم كامل الالتزام لحل دولتين كالحل الوحيد لتحقيق
حل سلمي ودائم وعادل للصراع الإسرائيلي والفلسطيني. نتمنى بالفعل أن يكون هناك تعاون لاتخاذ خطوات جادة في هذا الأمر. بالإضافة إلى ذلك أيضا نتمنى جميعا على مستوى العالم خطوات جادة يعني وتحرك جاد من خلال قمة المناخ القادمة COP27 التي ستعقد في مصر. وكما ذكرت كان هذا من بين الملفات التي تم الحديث عنها، خصوصا على مستوى اللقاء الثنائي الذي جمع الرئيس السيسي مع الرئيس جو بايدن. في هذا الإطار إلى أي مدى سيكون هناك مستوى أقوى من التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر استعدادا لانعقاد هذه القمة، قمة المناخ في نوفمبر القادم في شرم الشيخ؟ بالمناسبة هذا العام نحن نحتفل بالذكرى المئوية من تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة ومصر. فالولايات المتحدة تتطلع للمزيد من الشراكة مع مصر حكومة وشعبا على كافة المستويات فيما في ذلك مكافحة التغير المناخي. فالتعاون بيننا والحكومة المصرية جاري، ولن أستبق أي إعلانات في شأن هذا التعاون، لكن أستطيع أن أقول أن الولايات المتحدة تقدر مصر والدور الذي يلعبه فيما يخص مكافحة التغير المناخي. نعم، وما شك في أن العلاقات المصرية الأمريكية علاقات تاريخية قوية جدا، ودائما هناك سعي لتعزيزها أكثر على مستوى مكافحة الإرهاب ومكافحة أزمة الأمن الغذائي. هل هناك خطة أيضا لدى الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الإطار، ليس فقط هنا نتحدث عن مصر أو المنطقة، إنما حتى على مستوى القارة الأفريقية؟ نعم، تعمل الولايات المتحدة مع شركائنا على كافة المستويات بما في ذلك الحلف الجديد نسميها I2U2 من أجل تعزيز الأمن الغذائي في كافة أنحاء العالم، ونحن نعمل مع الحكومة الإماراتية في ذلك الشأن. فانعدام الأمن الغذائي في العالم هذا الشيء خطير جدا، وتفضل الولايات المتحدة كل ما بوسعها من أجل التغلب على هذه الصعوبة. وعلينا أن نتذكر أنه الحرب الروسية غير المبررة على أوكرانيا هي سببت هذه الأزمات، انعدام الأمن الغذائي، تضخم الأسعار، تضخم الوقود. فبالإضافة إلى التعاون الدبلوماسي لمواجهة هذه الأزمات، كمان الولايات المتحدة تعمل مع المجتمع الدولي لمحاسبة روسيا عن أفعالها. نعم، يعني ما له علاقة بأنه الحرب الروسية على أوكرانيا هي المسببة لكل هذه الأزمات، يمكن هناك تباين في وجهات النظر على مستوى العالم في هذه القضية. إنما أخيرا يعني في هذا الإطار هنا نتحدث عن مرحلة جديدة للتعاون ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط، كرؤية من الولايات المتحدة الأمريكية لأهمية هذه العلاقة، ليس فقط يمكن كما ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال القمة لعدم ترك فراغ لقوى خارجية قوى أخرى أن تحل محل الولايات المتحدة الأمريكية ودورها في المنطقة. الآن توجه العالم تحديات غير مسبوقة، وترى الولايات المتحدة أنه يجب أن يكون هناك شراكة بشكل وثيق بيننا ودول المنطقة من أجل التغلب على هذه التحديات. وكما قال كما أوضح رئيس بايدن في خطابه في قمة جدة، الولايات المتحدة لن تترك فراغا كي تستغله الحكومة الصينية والحكومة الروسية. كمان الولايات المتحدة لن تتدخل في العلاقات الثنائية بين دول المنطقة وأي دولة أخرى، لكن نحن نحث جميع العالم على التفكير بأنها في الأهداف وأجندات دول مثل الصين وروسيا. نعم، جوالدين جريفيث المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء، تشرفنا بك معنا. شرف لنا، شكرا شكرا جزيلا.